ومعنا من أبو ظبي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. أهلا بكم دكتور يوسف على سكاي نيوز عربية. في الاجتماع الأخير أدنتم الأعمال الإسرائيلية ودعوتم لتوفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إفاد قوى دولية للحماية. هل تلقيتم أي رد على هذه المطالب؟ أولا دعيني بداية أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الدورة 46 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا المجلس الذي يضم 57 دولة و 57 وزيرا من الدول الأعضاء في المجلس، وهي فرصة طيبة أن أولا أشكر الدولة وأشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وأشكر دولة المقر مقر منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية على أن جعلوا مثل هذه المنصات الجامعة للأمة الإسلامية ممكنة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تحيط بالأمة الإسلامية. الواقع أن ما تم إقراره اليوم قرارات مثلجة للصدر، هي ليست قرارات فقط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى إنسانية. بطبيعة الحال تتصدر القضية الفلسطينية أبرز القرارات المتعلقة بهذه القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي بسببها أنشئت المنظمة. لكن دعيني أن أزف البشرى الحقيقة، وهي لأول مرة إنشاء الموافقة أصحاب المعالي الوزراء في المجلس الوزاري على إنشاء وقفية. كما هو معلوم أن ميزانية الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في قضايا التعليم وغيرها انخفضت الميزانية، فكان لابد من سد هذا النقص. فلله الحمد وافق أصحاب المعالي الوزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء وقفية لهذا الغرض. فهذه الحقيقة كانت أحد القرارات التي نعتبرها جميعا مهمة في صالح القضية الفلسطينية. إذا أردتيني سمحتي لي استطرد في الحديث عن بعض القرارات فلا بأس. تفضل دكتور يوسف. نعم. طبعا يصادف هذا العام 1440 مرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي. تمت الموافقة أيضا من قبل أصحاب المعالي الوزراء على الاحتفال بهذه الذكرى الحقيقة التي نعتز بها جميعا لأي مسلم، لأنها كما قلت قبل قليل منصة جامعة للعالم الإسلامي وصوت للعالم الإسلامي. فمرور 50 سنة عليها نعتقد جميعا، واعتقد أصحاب المعالي الوزراء، أنها مناسبة طيبة للاحتفال بهذه الذكرى بعد مرور هذه العقود. طبعا لا بد من ونحن سنحتفل إن شاء الله هذا العام في هذه الذكرى أن نذكر المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة المقر، باعتبارها الدولة التي بدأت التأسيس من عندها والمبادرة من عندها في عام 1969، ثم تلا بعد ذلك بقية الدول الإسلامية التي انضمت إلى المنظمة. كذلك في قضايا تتعلق بالنهوض بالمرأة وقضايا تتعلق بتعزيز وبناء قدرات الشباب، فكل هذه الأمور التي نعتز بها جميعا أمور تتعلق بالمرأة وتتعلق بالشباب، فهذه من الأشياء التي نحرص عليها ونهتم بها. تم تخصيص يوم للتسامح في المنظمة وسوف يكون يوم 11 مارس من كل عام. كذلك تم تخصيص يوم للاحتفال بالجهود التطوعية، سوف يكون في يوم 19 رمضان المبارك من كل عام. بقية القضايا المتعلقة باليمن والصومال وليبيا وسوريا وأفغانستان ومالي والنيجر وجيبوتي وجزر القمر وأفريقيا الوسطى، هذه قضايا ملفات يعني وردت أكثر من مرة على طاولة أصحاب المعالي الوزراء وتم اتخاذ قرارات مناسبة تجاهها. ما في شك أنه موضوع مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف،
هذه أمور أيضا للأسف الشديد تقلق دولنا جميعا وتقلقنا نحن كمسلمين جميعا. وكما هو معلوم موقف منظمة التعاون الإسلامي بأن الإرهاب والتطرف والغلو مرفوض ولا يمكن تبريره وتمويلا وتشجيعا، ولله الحمد ليس فقط من جانب حكوماتنا بدأت منذ زمن الحقيقة في الإجراءات التشريعية المناهضة للإرهاب والتطرف، لكن أيضا بدأت شعوبنا نفسها بدأت يعني تعي خطر هذا الإرهاب سواء على صعيد المدارس أو صعيد المنابر وغيره والإعلام ما في شك والتعليم. يعني هذه المنظومة المتكاملة من الأمن والفكر والثقافة تكون في مجموعها أحد المصدات المهمة في مقاومة الإرهاب والتطرف والغلو، لأن الإسلام الحقيقي لا يتعارض مع الحياة السليمة ومع الفطرة السليمة. ومن هنا يأتي أهمية نشر الإسلام الوسطي، الإسلام النقي، الإسلام المعتدل الذي هو الدين الحقيقي، الدين الذي عرفناه وعايشناه وتربينا عليه منذ أن كنا صغارا. نعم دكتور يوسف، إيران عضو المنظمة والعمل على ترسيخ، لكنها تستمر في استفزاز دول الجوار وذلك لدعمها لمنظمات إرهابية، بالحديث عن الإرهاب كحزب الله، كالحشد الشعبي، الحوثيين في اليمن. متى نسمع موقفا حازما من المنظمة تجاه إيران؟ وأنا أود التأكيد على أمرين في هذا السياق. أولا، ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يدعو ويؤكد، وأحد بنوده المهمة والأساسية هو عدم التدخل في شؤون الآخرين. هذا موقف واضح وصريح، يعني هذا منذ أن أقر ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وهذا أهم بند واضح فيه، فليس مقبولا التدخل في شؤون الدول الأخرى أيا كان. ثانيا، كما هو معلوم عندما تم الاعتداء بالصواريخ البلستية على مكة المكرمة، كان هناك اجتماع وزاري استثنائي في منظمة التعاون الإسلامي، وتم إدانة هذا العمل وتم إدانة الحوثي ومن يقف وراءه بالمال والسلاح. لكن دعني إذا تكرمتي أكمل لك في بعض القضايا التي أيضا جوهرية ومهمة في لا بد من الإشارة إليها، لو سمحت لي في هذا العجالة السريعة. تفضل دكتور يوسف. وهي برنامج عمل المنظمة العشري اللي هو من إلى 2025. هذا تناول مجموعة من القضايا التي تهم المسلمين، لأنه الحقيقة يهم منظمة التعاون الإسلامي ألا تكون منحصرة فقط في مجال محدد وضيق، وإنما تلامس جميع اهتمامات وهموم المسلم في أي في كل مكان وأيا كان. من ضمنها أيضا تم اعتماد لائحة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ونعتقد أن هذا فتح كبير في أعمال منظمة التعاون الإسلامي لتقرير العلاقة، باعتبار المنظمة منظمة بين الدول وتتعامل مع الدول، لم يكن هناك لائحة تقر التعاون مع منظمات المجتمع المدني، فلله الحمد تم إقرار هذه اللائحة. تم استحداث جائزة وهذه مهمة لنشرها للعالم الإسلامي، جائزة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال والمبادرات الجليلة التي تخدم أهداف المنظمة في كل الاتجاهات. فأنا أدعو جميع المبرزين من الذكور والإناث من مختلف الدول الإسلامية للانخراط في متابعة أعمال هذه الجائزة، لأنها ستكون جائزة بحول الله على مستوى العالم الإسلامي وليس على مستوى القطري واحد. بطبيعة الحال أريد أن أختم مداخلتي معكم لو أثقلت عليكم قليلا بأن أقول أيضا تم التطرق لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي، وهو المهرجان الذي سوف يقام سنويا في أكثر من دولة إسلامية. هدف هذا المهرجان هو مهرجان يعني يقترب من المسلم البسيط أيا كان، بمعنى يقرب شعوب العالم الإسلامي من بعضه البعض عبر الأدب وعبر الثقافة وعبر الفن وعبر الفلكلور
وعبر تقديم كل ما يمكن لأي بلد مسلم يعتز بثقافته ويعتز بطبيعة الحال يعتز بدينه، لكن بالإضافة إلى ذلك الثقافة والآداب والعلوم والفنون. وهنا نعطي رسالة للعالم، وأنا أؤكد على هذا، نعطي رسالة للعالم بأن الثقافة والفن والفلكلور والآثار لا تتعارض مع الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، الإسلام الذي لم يختطف من شرذمة بسيطة حاولت أن تشوه سمعة الإسلام والإسلام منها براء. وشكرا جزيلا لكم. نعم الأمين العام للحديث على عموما عذرا تفضلوا. لا فقدت نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وعموما البيان الختامي لم يصدر إلا قبل قليل، فأي رغبة أو متابعة لما ورد فيه بإمكانهم الاطلاع عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم شكرا جزيلا لكم العربية على إتاحة هذه الفرصة للحديث. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العتمين، شكرا جزيلا على مداخلتكم الكريمة.